عمل كده وجي قال لك امنت بالله، اتفضل ادي بقى انا خلاص انا ندمان ورجعت وموافق وانا تحت امر نادي الزمالك. طيب اللي في مصلحة يعني ردي على الموضوع ده، اللي في مصلحه النادي ويضمن له كرامته ويضمن له شخصيته هيتعمل. ودي حاجه. الحاجه الثانيه الاهم ان احنا عندنا جمهور زعلان ان احنا خرجنا من بطوله افريقيا وكان مستوانا مش كويس، وكنا بنتكلم في حاجات كتير قوي بره الكوره، احنا في الاخر فرقه كوره، كنا بنتكلم في حاجات كتير قوي حوالين الكوره غير الكوره. خلاص لما انصرح الجمهور ده الاول ببطوله، ولما نثبت ان احنا احسن ناس في المراكز دي في المنافسات اللي احنا بننافس عليها، ساعتها نقدر ان احنا نشوف مين اثبت فعلا في الملعب ان هو بيحب النادي وعايز يقعد في النادي، مش كلام بس في الـ في الـ في الاعلام يعني. تمام، انا كده فهمت بقى الكلام. انت عايز تقول الكوره كانت في ايديكوا سنه او سنه ونص او سنتين، رحت وجيت ولا ولسه وعندي عروض وكده، فانا كاداره الزمالك قلت خلص الكلام، ما فيش حديث، ما فيش تجديد، سلام عليكم، تعالى وريني الاول مستواك، تعالى صالح جمهورك، تعالى هات بطولات وخلاص، خلونا كده كده نحترم العقد وبعد العقد نشوف انت افضل ولا اللي جاي من بره افضل، انت ارخص ولا اللي جاي من بره ارخص، صح كده؟ يعني خلاص الحته العاطفيه اللي موجوده هي هنفكر بشكل عملي. خلاص انا مش هفضل مستني لحد اخر لحظه عشان اعرف انت بتحب النادي ولا بتحبش النادي. ما انت ممكن تبقى بتحب النادي على فكره وفنيا ما بتضيفش، صح، هتلاقي النادي هو اللي بيشكرك دلوقتي بيقول لك شكرا احنا عندنا حد احسن منك. لكن في الاخر اللي انا عايز اوصله سيف، هي ما بتوقفش على حد. النادي ده خد النادي ده خد دوري وكان مجلس اداره مش موجود وكان في ثلاث لجان معينين. النادي ده خد دوري او خد بطولات بمدربين مختلفين او بادارات مختلفه او بلعيبه مختلفه. لكن اللي انا شايف اللي كان بينقص الزمالك في الفتره اللي فاتت هو النظام، صح، ان في الاخر انا يعني في فروقات حصلت كبيره جدا، في مشاكل كبيره حصلت جدا. انا بالنسبه لي الاولويه في المرحله دي هي للنظام، وانا مقتنع ومستر فريرا مقتنع بالكلام ده والمستشار مرتضى مقتنع بالكلام ده، ان اولويات المرحله اللي جايه دي هو النظام، هنحط نظام وهو النظام احنا شايفين ان هو ده اللي هيجيب بطولات، بغض النظر بقى عن اسماء اللعيبه، بغض النظر عن اسماء الانديه، بغض النظر على العروض على الصفقات. نادي الزمالك كلنا لازم نشوفه ان هو حاجه اكبر مننا كلنا. طبعا برافو عليك، دي صح. اللي هيشوف نفسه ان هو اكبر من نادي او ان هو عنده فرصه ثانيه في مكان ثاني هيبقى اكبر من نادي، هو مش هيبقى ليه مكان معانا. كلام محترم جدا. الونش هيعمل عمليه ولا هيأجلها؟ احنا شغالين دلوقتي مع دكتور محمد اسامه يعني بنشوف احسن حاجه تتعمل له ايه. هو كان عنده مشكلة في ركبته من السنة اللي فاتت، أنا ما كنتش موجود فيها، بس يعني طبعا جبت الملف الطبي بتاعه وعرفت إن هو كان عنده مشكلة في ركبته، مش مشكلة برضو كبيرة ولا مزمنة، لكن كانت بتضايقه في اللعب وكان بيجي على نفسه ساعات إن هو يلعب. وبعد كده طبعا الالتزامات والارتباطات بتاعة المنتخب خليته إن هو برضو يجي على نفسه أكتر عشان هو أكيد عايز يبقى موجود مع زمايله في المنتخب. احنا دلوقتي بنشوف احسن حاجه تتعمل له ايه، ودكتور محمد اسامه ومستر فريرا اتفقنا احنا الثلاثه مع الونش طبعا كان موجود ان احنا هنبتدي يعني يبقى في برنامج طبي ليه ان احنا نشوف لو افضل حاجه تتعمل له ان هي يبقى في عمليه، هي عمليه بسيطه لو هتتعمل يعني تتعمل، ولو هو يقدر يبقى في بدائل طبيه ان هو ما يعملش العمليه، ان هو مش حابب برضه ان هو يعمل عمليه. هنشتغل دلوقتي في الاتجاه ده، فاحنا دلوقتي شغالين في الاتجاه ده. طيب انت عارف ان احنا يعني دايما في وسطنا الرياضي اشاعات كتير جدا جدا، بنستغل دايما وجودك معانا لتوضيح الموقف. قالوا لنا امير مرتضى منصور لما جه كان عايز يعمل عداله، وده شيء الحقيقه محترم جدا، يعني لاعب اخذ النهارده مثلا عقده مثلا ب 10 مليون اخذ 8 مليون، لاعب مثلا اخذ 25 مليون ولاعب تاني لسه ما اخذش النسبه، فانت قلت لا كله لازم يوصل لنفس النسبه من فلوسه، مش نفس الارقام ولا نفس الفلوس بس نفس النسب، ده اخذ 70% 60% كله ياخذ 60%. هل الكلام ده مظبوط وهل الكلام ده عمل خلاف مع بعض اللاعبين ولا ده مجرد اشاعات؟ طيب مبدئيا هي دي، انا ما بحبش اناقش الحاجات دي في الاعلام، لكن بما انك انت بتطرحها، دي من سلبيات الفتره اللي فاتت اللي انا جيت لقيتها. انا جيت لقيت لعيبه
في مشاكل، بص يا سيف، في مشاكل ماليه وفي مشاكل ضريبيه وفي مشاكل تعاقديه وفي مشاكل ليها علاقه ببنود يعني مهينه للنادي. خلاص في الاخر انا عمري ما هشاور على لعيب واقول اللعيب ده، لان اللعيب ده في الاخر مش هو اللي كتب العقد. ولا هو اكيد اللي طلب الطلبات دي. فاللعيب انا شايف ان اللعيب مش طرف في الموضوع ده. يعني كان في مسؤولين في الوقت ده هم اللي يقدر يرفض ويقدر يعدل ويقدر يعمل اي حاجه في العقد. لكن في الاخر في طبعا مشاكل كتيره موجوده في عقود، واحنا حصريه المشاكل دي. وعشان ما تصدرش يعني صوره سلبيه، بنسبه كبيره جدا المشاكل دي بتتحل. في لعيبه متعاونه وفي لعيبه يعني ممكن تبقى شايفه ان هو لا انا مضيت عقد، ولو سمحت بقى العقد ده انا شايف ان ده احسن حاجه انا وصلت لها. على فكره كل اللي بنتكلم فيه ما بنتكلمش في قيمه ماليه. يعني بنتكلم استنى اما زمايلك يتساووا معاك في النسب. انا فاهم. لا دي مشكله. ده لا اللي انت بتقوله ده نوع تاني من المشاكل هنتكلم فيه. لا انا بتكلم على بنود في العقد. بنود في العقد، البنود دي النادي مش موافق ان هي تبقى موجوده. زي لعيب عنده شرط جزائي، زي لعيب في عقده مثلا ان ما حدش ياخد اكتر منه، زي لعيب في عقده ان هو مثلا يدفع نسبه ضرائب معينه. طب انت تقدر تغيرها؟ انا عشان كده بقول لك بالتعاون مع اللعيبه. في لعيبه ابدت حسن نيه كبير جدا. يعني زي البند بتاع ما حدش ياخد اكتر مني، ده بند ممكن الاعلام البند ده اتصرف في الاعلام والناس كلها شافت ان البند ده مرتبط مثلا اوباما. صح. انا بقول لك على المستوى الشخصي، اوباما جه قعد معايا من 3 شهور قال لي البند ده انا مش ما يفرقليش في حاجه، ومش انا يعني مش هيضيفني ولا يقللني حاجه، لكن لو البند ده انا عمري ما اتشرط على نادي الزمالك وشيلوا البند ده. فادي لعيب كلام محترم، ابدا حسن نيه في البند ده. تمام. وفي مشاكل تانية، انواع تانية من اللعيبه. انا مش قصدي برضو ان انا في الاخر اصدر ان في لعيب معين عامل حاجه او مش عامل حاجه، لان هيجي وقت هعلن. يعني هيجي وقت لما استنفذ كل الطرق اللي تخليني ما اختارش اللعيب بتاعي، او احطه في مواجهه مع الجمهور، او احطه في مواجهه مع الاعلام. لما استنفذ كل الحاجات دي كلها هضطر اعلن، لان لو عندي لعيب يا سيف عنده شرط جزائي في عقده والجمهور ما يعرفش ان عنده شرط جزائي في عقده، وانت جيت السنه الجايه لقيت اللعيب ده في نادي منافس او في اوروبا او في الخليج، خلاص ما انت هتبقى مفاجاه. ما انت لازم تبقى عارف من دلوقتي ان اللعيب ده هو ماضي 3 سنين أو 4 سنين، لكن اللعيب ده بيحق له يفسخ في اي وقت. تمام. وطبعا كل دي بنود يعني للاسف يعني ضرت النادي ورجعته كتير. لكن في الاخر عايز اقوله لك، الجزء اللي انت بتتكلم فيه موضوع ان النسب تتساوى، النسب تتساوى، خلاص ده احنا دي سياسه ماليه احنا بنعملها، ان احنا في الاخر جينا لقينا ناس واخده فلوس وحقهم ورزقهم ومحدش يقدر يتكلم فيه، خلاص. وجينا لقينا ناس ثانيه ما خدتش فلوس، لان الفلوس اتوزعت في وقت من الاوقات بشكل مش صح. فبقت في فروقات كبيره قوي بينهم في النسب. فاحنا جبنا اللعيبه واتكلمنا معاهم وقلنا لهم ان احنا هنحاول ان احنا الفلوس المتاخرات اللي بتتضخ الفتره اللي فاتت او اللي بتتضخ الفتره دي، ان هي تراعي ان انتوا توصلوا في وقت معين تبقوا كلكم ماشيين على خط واحد، مفيش واحد واخد 50% وواحد واخد 5%، مفيش واحد واخد 80% وواحد، كلكم هتتساووا ببعض في وقت معين في الموسم، بحيث نكمل المتبقي من الموسم بشكل عادل في الملف المالي ده. كلام عادل جدا وكلام الحقيقه محترم. امير اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، مبروك للزمالك وان شاء الله باذن الله بالتوفيق في القادم. شكرا سيدي. اشكرك شكرا جزيلا. امير مرتضى منصور مدير الكره او مشرف على الكره، مشرف العام على الكره بنادي الزمالك. والحقيقه كلام طبيعي جدا، يعني كلام عادل جدا. والحقيقه موقف اوباما موقف محترم، خلاف بعض اللعيبه ماشي، كل لعيب ملتزم بعاده، بس في الاخر انا مطالب مني ان يكون في مساواه في الكل. نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لنادي الزمالك. نادي الاهلي زي ما